شكرا جزيلا يا عاطف، وما شاء الله يعني اديت لنا الاغنيه اداء جميل. نحن بنواصل في 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 اغنيات الحب الكبير، ويمكن ما زلنا في 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 بداياته، ومعانا مجموعه من الاخوه المطربين ومجموعه من الاغنيات اللي اخترناها لمساحه هذا اليوم. نحن يعني واحد من كبار الشعراء اللي خلد اسمه في ذاكرة الغناء السوداني. الغناء السوداني ده بمختلف ضروبه، سواء كان وطنيا أو عاطفيا، ومعه واحد من العمالقة. أنا شخصيا من ما كان هو حي كنت قاعد أقول لي أنت زي البلدوزر كده يعني. وأخذ الاسم، وزمان إحنا في الإذاعة كان عندنا برنامج واحد من أفكار الأستاذ العملاق محمود أبو العزايم، برنامج بتاع غنى جماعي يعني في كل يوم، كان أيضا في شهر رمضان. البرنامج ده في كل يوم بيجوا مجموعة من المطربين العمالقة خمسة، وبيكون معهم واحد سادس من الشباب الجداد. بعد ذاك بيختاروا واحدة من الأغنيات، وصلاح ده متذكر الكلام ده، صلاح عمر ده متذكر، بيغنوا اغنية، المسابقة بتدور في في الجانب ده. الزول الجديد ده منه، والناس اللي غنوا الاغنية دي كلهم عمالقة كانوا معروفين، لكن الزول الجديد ده دائما بيكون لسه في بداياته. فكانت يعني استاذنا العملاق البلدوزر عبد العزيز محمد داود من الناس الاساسيين كانوا في 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 هذا البرنامج، وكانوا فيه العمالقه يعني حسن عطيه واحمد المصطفى وعبد العزيز محمد داود ومحمود عبد الكريم وناس اولاد المورده وصلاح مصطفى وصلاح بن الباديه والبيعي وشاويش وانس، ده كل العمالقه ديل المطربين ديل كانوا مشاركوا فيه. فلما ابو داود يخش على الكوبليه خلاص يعني بيقرض الجماعه كله. فنحن دارين نقيف مع واحده من الاغنيات اللي غناها العملاق البلدوزر عبد العزيز محمد داود، وكتبها الشاعر الكبير العملاق شاعر الوطنيه خليل فرح. فلغ الصباح وخليل الفرح ايضا طبعا عنده مجموعه من الاغنيات اللي بتشكل علامه مضيئه جدا في في خارطه الغناء السوداني، على راسهم الاغنيه الوطنيه الكبيره عزه في هواك، وعدد كبير من الاغنيات الناس كلهم عارفينها. لكن فلغ الصباح يعني فيها وصف لحسناء، والحسناء دي في النهايه الناس كل دول حسب تفكيره حسب رؤيته، هو قاصد الوطن، لكن الناس قد يقولوا كل زول بعد ما يسمع الاغنيه بعد ذاك سمع الاغنيه كل زول هو ورؤيته. نحن فلغ الصباح دي انا شخصيا عندي معاه ذكريات كثيره جدا، لكن واحد ايضا من الشباب المتميزين جدا هشام الصحوه. شوف هشام الصحوه ده كده صاحبي ده اسمك اللي عرفت به بعد ما مشيت من ناس فرقه الصحوه. اي هشام نحن دايرينك تسمعنا فلغ الصباح دي. Thank you.
الرياض وبحار فلق صفرار دكتير أخجلوك يا أمير ولا نمت نهار فلم الصباح قول لي أغنونك لا كيف في اللعين بالنار فلم الصباح قول لي أهنورك لا
يل كبرته البنات فاتوك في القطار الطار فلق أنا الصباح كل ما نور رجال ولدوك للقبيلة هدوك انت عز وبطار فلم الصباح كل اهنوك لا شوف ساحلي وكالفراش أجيك راحل أنا خايف كيف يا لطيف الطيف أهوى وابقى في نار فلق الصباح شكرا يا هشام الصحوة، وأداء برضو جميل يعني وبديع لفلق الصباح. نحن مواصلين معاكم في هذا التسواح عبر مجموعة من الأغنيات السودانية، أغنيات الكبيرة، أغنيات اللي دخلت في وجدان كل الناس اللي بيسمعوا الغنى السوداني. دارين نمشي لثنائية تاني برضو يعني الناس المبدعين الرائعين، الفنان الكبير الفنان الراحل صلاح محمد عيسى، ومعاه أيضا واحد من الشعراء الضخمين الكبار جدا، راجل فنان كان وموهوب في شتى مجالات الفنون، الشاعر الراحل إسماعيل خورشيد. إسماعيل الخورشيد الدرامي المسرحي مؤلف الأناشيد الأطفال، مؤلف عدد كبير جدا من الأغنيات اللي غنوها عمالقة ومطربين كبار، يعني على رأسهم العملاق الفنان الكبير صلاح ابن البادية،
والزول اللي كان بيشاركوا في 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 عدد كبير جدا من اغنياته الفنان الراحل صلاح محمد عيسى. وصلاح محمد عيسى مناسب من اجمل الاصوات اللي مرت على ساحه الغناء السوداني. واحدة من الاغنيات اللي جمعت بين خورشيد وصلاح بن البادية أغنية أيضا ما زالت تشكل حضور في الاستماع للغناء حتى الآن، أغنية العيون السوداء، أهو العيون السوداء وأحب سمار في خدودة. يعني أغنية لما تسمعها من صلاح محمد عيسى يعني تصاب بدهشة كبيرة جدا لجمال صوت صلاح محمد عيسى ولجمال لحن الأغنية وجمال الكلمات اللي كتبها الشاعر إسماعيل خورشيد. نحن يعني قبل ما نخش الإذاعة نحن قريبين يعني في منطقة قريبة اللي هي ود نباوي، المنطقة اللي نشأ فيها وترعرع فيها الفنان صلاح محمد عيسى، حديقة خارجية جنب البيت يعني كان أنت تجي ماري تسمع صلاح محمد عيسى ده بيغني برا للناس ساكت كده المارين ويرش الحديقه بتاعته دي ويمسك الغنى بتاعه ده ويغنيه. فانت لو ماشي لو عندك مشوار مهم جدا تنساه يعني عشان تقف تسمع صلاح محمد عيسى. بعد ما دخلنا الاذاعه وتعرفنا به هو عرفنا امكانياته وفنه يعني راجل ما ساهل صلاح محمد عيسى. وصلاح واحدة من الطرف أنا داير أحكيها بمناسبة صلاح محمد عيسى كان بيغني أغنية يا عروس الروض يا ذات وأبو داود بيغنيها. وفي مرة من المرات هم الاثنين مشاركين في حفل في واحدة من المدن السودانية وأبو داود برف الأغنية مع الفرقة عشان يغنيها، فقدموا صلاح محمد عيسى قدامه وغنى يا عروس الروض مقلب ابو داود. فكان في حاجات جميله جدا بين العمالقه ديل يعني. والغنيه دي لحن ايضا واحد عبقري من عباقره الموسيقى السودانيه الاستاذ الراحل علي مكي. وعلي مكي ايضا عنده عدد كبير جدا من الالحان الموجوده في مكتبه الغناء السوداني. وعلي مكي كان رئيس قسم الموسيقى بالاذاعه السودانيه. وصلاح عمر ده تاني صلاح عمر برضو عادل مسلم قال لي انت بتقول صلاح عمر ما بتقول عمر ابي ليه؟ لانه صلاح عمر اكبر من عمر ابي طبعا. فعندهم قصص وحكاوي كثيره جدا مع الاستاذ الراحل علي مكي. كان زول صارم وادارته اداره قويه جدا. الناس اللي بيسهروا في الحفلات بالليل وما يجوا ناس الاوركسترا بيتعبوا معاه تعب شديد جدا. يعني احنا دارين نسمع العيون السوداء دي بصوت واحد من المطربين الشباب محمد فضل. جاهز؟ Thank you.
تست التجربة بأمانة. أيضا طبعا الوسط الفني والوسط الوسط الغناء السوداني زي ما متابعين وزي ما عارفين فيه ثنائيات كثيرة جدا. الثنائيات دي زي ما قلنا يعني يمكن خلدت أسماء بأحرف من نور في 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 خارطة الغناء السوداني. واحدة من الثنائيات المهمة جدا في الأمر ده ثنائية جمعت ما بين الفنان العملاق الراحل عثمان حسين والشاعر الكبير الراحل حسين بازرعة. وبازرعة وعثمان حسين يعني غنى مش جميل وبديع، غنى ذاته مبالغة، مش كده يا عمر أبي؟ واحدة من الأغنيات اللي جمعت بازرعة وعثمان حسين أغنية المصير، وطبعا في أغنيتين في 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 مكتبة الغناء السوداني بيحمل نفس الاسم. المصير أستاذنا العملاق الراحل سيف الدسوقي وإبراهيم عوض، والمصير أيضا بازرعة وعثمان حسين. نحن نسمع المصير في 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 مشوارنا ده بصوت واحد من الشباب. أمجد جاهز؟ قادر على الأغنية دي؟ نسمعك.